سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا ان شاء الله بصحة جيدة وفي احسن الاحوال. كما توعدكم في الصباح ديالنا هذا الاثنين تكون وانتم كتبوا معنا يعني هذه الاجواء الصباحية هنا في مدينة تيطان ومتابعينا الكرام. اذا كبداية يعني اليوم جمعة، جمعة مباركة ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المتتبعين ديالنا، سواء يعني من داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. اللهم اجعلها جمعة خير ان شاء الله تعالى. وطبعا يعني كبداية كل يوم ان شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى انه يمن علينا بامطار خير، امطار بركة، والله يرحمنا يا ربي، والله يرزقنا بالشتاء اللي كنتمناو. كنعيشو معكم هذا الجو بارد صبيحة هذا اليوم هنا بالحمامة البيضاء متابعينا الكرام. يعني بداية اليوم هنا في مدينة تطوان يعني صراحة أجواء باردة، صباحة يوم الجمعة، ما نتحدثوش على البرد الأسباب ديالو لأن عارفين حنا لأن كنعيشو في فصل الشتاء وكنعيشو أصلا في الليالي، فيعني دخلنا اليوم الرابع ديال الليالي، ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه كذلك يمن علينا أفضل الخير أفضل البركة باش كنفقا شوية هاد البرودة. صراحة في تقريبا في المدن المغربية فهي كتعيش واحد الموجة البرد القارس، مدينة تطوان يعني بدورها كتعيش هاد موجة البرد القارس متابعينا الكرام. وحنا يعني في بداية هاد اليوم هدا كنعيش معاكم هنا الأجواء الباردة هنا الحمامة البيضاء. فطبعا يعني مدينة تطوان يعني مدينة تطوان متابعينا الكرام يعني بدورها يعني كتعيش هاد الأجواء الباردة هاد الأجواء الصباحية. البريد اذا كبداية يعني متابعينا الكرام يعني خلال هاد اليوم وبداية هاد اليوم هذا، فكما قلت لكم يعني صراحة يعني اجواء هنا بالحمامة البيضاء يعني غتحدثوا على الجو، يعني غتحدثوا على النية بكري والناس اللي كينبغوا بكري، فكتكون يعني واحد خصوصا يعني في الساعات الاولى ديال الصباح كتكون الناس لاحظت بابا يعني ماشي عادية، ماشي الضبابة ديال بابا اللي كيعرف الانسان يعني كيكون بر بعض المرات في التراخي جبرت بابا. هادي الضبابة كتسمح لها الصبر يعني كتنزل سبحان الله كتلقى فوق المنازل ديال تطوانين خصوصا يعني في المناطق الجبلية، فكتلقى يعني نازلة بزاف كتلقى سبحان الله الصحاب كاينة كلشي كيبان غير ديك البلاصة فين كاين الضو سبحان الله كتلقى نازلة ديك السمرة، وهاد السمرة هي سبحان الله اللي كتلقى نوع ديال البرودة يعني ماشي هادي كيدخل على الديور كيدخل حتى على جيش الانسان. في منتصف النهار يعني شوية الحرارة كتبقى شوية ديال الجو كيكون معتدل، غير كيدل المغرب عاود كنزل ديك البرودة اللي ماشي عادية صراحة، كتكون واحد الأجواء اللي هي باردة جدا في الحمامة البيضاء. وهذا كنعيشو يعني الأيام ديالنا، فكما قلت الله يرحمنا بالشفاء يا ربي هادشي اللي كنتمنو. وطبعا يعني كما قلت يعني كذلك كنبداو الجو ديالنا هنا بمدينة تطوان متابعينا الكرام، كنعيش معكم يعني صبيحة اليوم الجو البارد. طبعا يعني الواحد في المدينة ديالي قلنا يعني كيفاش عمل الأجواء يعني في باقي المدن المغربية ما عرف يعني واش يعني داركم يعني بحال مدينة تطوان يعني صراحة. دابا حنا دابا تقريبا يعني 9 ديال الصباح، والله يديك ما تقدر تخرج من الجيب يعني تحدثوا على شوية الدارجة العامة، يديك في الجيب ما تقدرش تخرجوا في الصباح يعني باقا برودة نازلة. فالله يرحمنا الله يرزقنا بشتاء هادشي اللي كتمنوا هادشي اللي كتمنوا. اذا سيدنا فهمت هذه هي الاجواء ديال الصباح هنا في مدينة تطوان كما كتشوفوا يعني لحظة شروق الشمس هنا في المدينة وسبحان الله يعني واحد المنظر رائع يعني خصوصا يعني فاش كتبغي الشمس انها تشرق وتفوت يعني جبال غرغيز. الله يرحمنا بشتاء والله يدي عندنا قد نفعها يا ربي، ونتمنوا سبحان الله هنا دابا فترة ديال الشتاء فصل الشتاء، نتمنى من الله انه يرحمنا بشتاء يمن علينا وعطى الخير وعطى البركة هادشي اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى. ونتمنى ان شاء الله بداية العام الجديد يدوز في امطار خير امطار بركة، وتكون هناك واحد التساقطات مطرية اللي تعم في ربع عام. سيدنا رضينا معكم الاجواء ديال الصباح وهاد الاجواء الباردة اللي كتعرفها مدينة تطوان. هذا حيكون على المتابعة ودمتم في رعاية الله، حجاب اللقاء ان شاء الله.